طب احنا دلوقتي عايشين في مأساة شيرين وحسام حبيبي. والله انا عم تابع، انا بحب شيرين، لا يعني توقعاتك، هل فرحانة ممكن شيرين. يرجعوا تاني؟ شيرين هتبقى والله عاملة انا ازاي؟ بشوف، انا بهمني الفنانة شيرين اللي بنحبها وبحترمها، هترجع تاني تغني؟ انا بشوفها بترجع بتقف على رجلها بإذن الله، ان شاء الله. اه هو لكن بترجع زي الاول وهترجع بإذن لحسام الله حبيب ولا لا؟ واحسن من الاول. ما يعني انا مش محضرة، لكن كهي كشخصة راح ترجع ومنشوفها بأحلى حالتها بإذن الله. طب الحاجة المهمة، انتي بنات، انتي عندك ولد وبنت نعم صح؟ نعم واحد مين فيهم متجوز؟ فهد وزينة الاتنين اتنين. متجوزين؟ اه احكيلي، وبنتك بتتجوز اه وعريسها داخل عليكي اه وعارف ان هو ان هو هيناسبك، واحكيلي عن ابنك وهو بيتجوز وعروسته داخله عليكي وعارف ان هو ان انت حماتها، والنبي عشان خاطري يعني الاحساس ايه؟ لا والله انا انت عملت اتفاجئت ايه؟ باهله وجده وجدته ومامته وباباه، كلهم بيحضروني تمام وبينطروني اوكي، بس وبيحضروني. غير بقى لما تبقي انت بالعكس حماتها. بالعكس غنوا له بالفرح نيالك حماتك ليلى عبد اللطيف، ده كانت اغنيه له، وهو يعني اكيد محترم جدا وبيحترمني، بتحسي بيهم؟ وبقول له يا ويلك ما تيجي زينه دمعه على خدها يا ويلك. بتحسي بيهم؟ بحس بيهم بالحمد لله مبسوطين وكل شيء تمام. ولو حسيتي ان في حاجة غلط بتتدخلي؟ بتدخل اذا حسيت في حاجة غلط، بتدخل، هو بيتقبل مني كأنا والدته. طب وابنك وبن ومراته؟ نفس الشيء نفس الشيء بجد؟ والله وهي نفس الشيء. بتتقبل ان انت تقولي لها لا ايوه اعمل؟ بتتقبل، لانه هي زي زينه وبتحبني كتير ورقيقه قوي ومثقفه وبتحس انه يعني دايما بشوفها هي كأني أنا الحنان، أنا اللي كنت أعطيه لأولادي أو لفهد أو لزينة، بشوف الحنان منها على فهد. ربنا يسعد قلبك بسعادتهم دايما. بس حبيبتي انت عايزين نعرف منك شويه توقعات، مش معقول تبقي معانا وما نقولش توقعات، أكيد. فقولي لنا ايه ابرز التوقعات اللي انت محضرها لنا؟ هو أنا يعني بيومين ما لحقتش أحضر حاجة، بس مفيش كلمتين حاجة كده. يعني الحاجات أنا اللي تهم الناس. بوعدكم بحلقة كاملة، أنا على رأس سنة عم بحضر حلقة كاملة لمصر، احنا مستنيينها أصلا على رأس سنة إن شاء الله. بس أنا مش يعني مش محضرة كتير. اللي حاليا اللي شاغل الناس دلوقتي شوفي، نحن هنشوف صور للرئيس المصري، سنراها، بنشوفها مرفوعة بعدة محافظات في مصر لحدث ذو أهمية ودعم للرئيس على تنشيط وتطوير القطاع الصناعي المصري ولعدة إنجازات على أكثر من صعيد هيقوم بيها. حلو أوي، ده خير. ده هيكون قريب إن شاء وإيه الله. في مجلس النواب المصري هون بيقوم بتغيير بعض القوانين القديمة والحساسة، وذلك لتسجيل نوع من التطور والتحديث في خدمة الناس والمجتمع.